أخبار اليوم. مركز شرم الشيخ للتحكيم الدولي ده مركز تابع للمحكمة الأوروبية للتحكيم الدولي، دي من المؤسسات الدولية المعترف بها عالميا في مسائل التحكيم الدولي. احنا طبعا النهاردة هناخد جولة مع بعض نفهم يعني ايه مركز التحكيم، ليه مركز التحكيم معمول كده، ايه القضايا التحكيمية بتمشي ازاي. طبعا التحكيم الدولي ده تحكيم خاص، ما هوش تحكيم عام، يعني بمعنى ان المدعي والمدعي عليه بيتفقوا على مكان التحكيم، لغة التحكيم، قانون الواجب التطبيق في التحكيم، المجال اللي احنا هنشتغل فيه، نقاط التحكيم والمحكمين، يعني انا بختار القاضي اللي هيحكم لي في قضيتي. لما بختاره بيبقى لازم يبقى له certain credibility، يعني يبقى له سمعة طيبة ويبقى له مفهومية في المجال اللي احنا هنشتغل فيه في القضايا التحكيمية. أبرز المجالات اللي فيها التحكيم الدولي ده الحقيقة مثلا يعني هي قضايا التبغ، قضايا التبغ اللي هي قضايا الدخان، يعني ان هي مثلا لو انت قدام قاضي في قضية عادية مش هيفهم عقود الدخان بتمشي ازاي، في حين ان عقود الدخان دي مليارات الدولارات بتتشرى، والتعاقد نفسه بالكلمة، يعني بمجرد ما يكلمه يقول له انا عايز محصول دخان كذا في الفترة كذا بكذا طن، يبقى التعاقد تم. ده مثلا من الحاجات اللي بتحصل. بس فقاضي عادي لو انت قلت له الكلام ده هيقول لك يا عم روح، انما لو جبنا محكم دولي فيه قضايا التبغ هيقول لك لا، يبقى العقد تم ويبقى الاتفاق تم ما دامت انت قدرت تثبته. دي مثلا انا بديكم يعني حاجه. حته تانية ان احنا النهارده بنتكلم في التحكيم الرياضي، التحكيم الرياضي الرياضه بقى مجالها واسع جدا، يعني من اول الجزمه وهي بتتفصل لغايه كل الرياضه، ان كانت فروسيه، ان كانت سباحه، ان كانت ترياتلون زي النهارده مثلا لنا شرف ان هم موجودين معانا، كل رياضه من دول لها تخصصها، والتحكيم فيها او المنازعه فيها ممكن تبقى منازعه في مسابقه على فكره، ممكن تبقى منازعه بين اتحادات، ممكن تبقى بالظبط في انتقالات لاعبين، ممكن تبقى في الكوره مثلا، احنا الفيفا طبعا واخده مجال الكوره للمباريات، الاتفاق على مباريات او فسخ عقود في للاعيبه او كل الكلام ده. دي برضو بتحتاج ان احنا ناخد القاضي بتاعنا يبقى متخصص في المجال ده. لو احنا قلنا مثلا حاجة في الفروسية، بقى لو واحد ما بيفهمش فروسية دارش يفهم يعني ايه اربع نقاط لما توقع حتة خشبة، ما يعرفهاش. انما لو هو محكم او قاضي في التحكيم الرياضي في المجال ده هيبقى متخصص فيه وفاهم القضية ماشية ازاي. عايزين نبذة تاريخية عن المركز، يعني نبذة تاريخية امتى وليه وايه الهدف منه والناس اللي بتجيله أوكي. نبذة تاريخية عن المركز. المركز ده أسس تقريبا من أكتر من 10 سنوات، يعني احنا كان أيامها انا كان لي الشرف ان انا اكون عضو مجلس إدارة المحكمة الأوروبية للتحكيم الدولي. كان في المحكمة الأوروبية كانت طالبة انها تعمل محكمة تحكيمية للمنازعات التجارية في افريقيا وفي الوطن العربي عشان ما يبقاش كل المنازعات منظورة في اوروبا. تقدمت كذا دولة الحقيقة، انا باعتباري عضو مجلس إدارة ومصري يعني وغيرتي على مصر، قدمت فايل عن شرم الشيخ وعن الامتيازات اللي موجودة في المدينة والتسهيلات اللي موجودة، كن فيها 520 فندق من 3 نجوم لخمس نجوم، التسهيلات، الشواطئ، الجولف، كل الحاجات دي. فالفايل زي أيام الكورة ما كان في مثلا جنوب افريقيا ومصر، الفايل المصري هو اللي كسب وقدرنا ان احنا ناخد الاكريديتيشن لشرم الشيخ. بعد كده بنينا المحكمه، المحكمه دي اتكلفت يعني تكاليف باهظه لان هي مرتبطه بكل المحاكم الاوروبيه الثانيه اللي موجوده في الاتحاد الاوروبي، بمعنى انك انت ممكن تخش فيديو كونفرنس، عندك فاير وول المستندات، ما حدش يقدر يخش يعمل هاك عليها، كل الحاجات التقنيات الالكترونيه العاليه قوي دي لازم ترجع برضو بينا العشر سنين كانت تكاليفها باهظه جدا، ولكن اهتمت في المحكمة دي الحمد لله. وبقى عندنا محكمة تحكيمية لها اكريديتيشن دولي في شرم الشيخ. اشتغل الوحيدة في افريقيا. هي الوحيدة في افريقيا لاوروبا يعني. اشتغلنا بقى هنا مع الطلاينة، اشتغلنا مع الفرنساويين، اشتغلنا مع الانجليز، اشتغلنا بعض القضايا مع الكويتة وبعض القضايا مع دبي والامارات لغاية قبل الثورة الحقيقة. مع قامت الثورة حصل لنا نكبة واضطرنا ان احنا نقفل المحكمة خوفا على المبنى وخوفا على المحكمين اللي هم مرضوش يجي. كان مفهوم برضو الاوروبيين بجنوب سيناء وشمال سيناء مش فاهمين الفرق ايه، فالحتة الامنية دي وقفتنا شوية. مكناش عايزين بقى يقول لك ده في قضاء مش عارف ايه، وانت عارف بقى حضرتك الجهل اللي بيحصل في المسائل دي. الحمد لله يعني تغلبنا على كده. وبعد كده لما قامت يعني التصحيح للثوره مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رجعنا فتحنا تاني وابتدينا نبقى النشاط تاني دولي. ده نبذه عن المحكمه نفسها. المحكمه دي لازم تبقى
ليها مواصفات معينة. مواصفات معينة يعني زي لو بصينا ورانا كده القاعة اللي هي مجتمعين فيها لقاعة المحكمة الكبرى دي، دي قاعة التحكيم اللي هو بيبقى فيها المدعي والمدعي عليه ومحكمين قاعدين في النص. بيبقى كل قاعة لها قاعة جنبها اللي هي قاعة المداولة. قاعة المداولة دي لأن في التحكيم انت ممكن في نص التحكيم انك انت تقول انا عايز اعمل مصالحة، فالمحامين بتوعك وانت وكده لقاعة فيها مستنداتك وفيها اوراقك واثباتاتك وحاجات. احنا ممكن لما حوريكم دلوقتي هتلاقي قاعة على اليمين وقاعة على الشمال للفريقين، كل فريق فيهم يقدر يجتمع فيها يتداول ويرجع تاني للمحكمين، لان ده قضاء اختياري، يقول له انا عايز اصطلح، عايز اقف في النقطة دي، عايز اعمل كذا. يعني ده كل ده في اجراءات تحكيمية ما بتحصلش في القضاء العادي غير قليل جدا جدا جدا. ناحية احكامها نهائية بدل احكام التحكيم نهائية، لانك انت ماضي قبل ما تخش في مرحلة التحكيم انك انت بتقبل الحكم، يعني من ضمن شروط التحكيم ان انت بتقبل الحكم وتنفيذه اللي هيظهر عليك من المركز. فطبعا لم يقبل، ما فيش بقى لم يقبل، بقى هو مضى على انه انت بتعرض الورق ده بعد كده في الدولة المناط بيها التنفيذ على قاضي التنفيذ بتاع الدولة، وبتدي له الورقة ان الخصوم مضوا اوريدي، فقاضي التنفيذ طبعا بينفذ على طول. ده نيجي بقى على المبنى نفسه. المبنى ده تابع ل يعني في رسومات معينه في المباني اللي هي الاتحاد الدولي الإفكاي، بيبقى عنده رسومات معينه للمباني نفسها. المبنى لازم يبقى فيه سكرتاريه عامه لاجراءات التحكيم دي، يعني اللي بيستقبلوا الورق والقضايا التحكيميه ويصوروا ويختاروا الخصوم وبتاع، ليها مدير تنفيذي في البتاع ده. بعد كده من الناحيه الثانيه في القاعات بتاعه المحكمين نفسهم مكاتبهم، ان هم ممكن عايزين يكتبوا احكامهم وكده. بعد كده في فوق صاله تانية في بعض التحكيمات اللي هي بيبقى ميديتيشن فيها بقى الميديا والكلام ده. ساعات يعني القاعه دي تبقى مرتبطه بالقاعه الفوقانيه، لو انت عايز ان مثلا قضيه بترول وانت عايز ان الصحفيين وبتاع يتابعوا المجريات اللي بتاع ده تبع الناس، كل واحد بيختار زي ما هو عايز، يبقى في قاعه فوق فيها ممكن تشوف على طول اللي بيحصل في القاعه التحتانيه. بعد كده في الاستراحات بتاعه المحكمين. ده النموذج اللي هو النموذج التحكيمي البرفكت، يعني كما قال الكتاب بالظبط كده.